نهى الله تعالى عن قتل النفس، وعظم الله تعالى ذلك في كتابه، وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وجاءت في ذلك نصوص عديدة تنهى عن قتل النفس. والاستثناء في قوله تعالى: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بيان أنه لا يستباح دم أحد إلا بموجب يبيح ذلك. وقد جاءت السنة في بيان ما يستحق به القتل وما يؤذن فيه بقتل النفس، وذلك في حالات الاعتداء، إما اعتداء في حق الله وإما اعتداء في حق الخلق، والاعتداء الذي في حق الخلق إما أن يكون اعتداء على النفس كما قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذه صورة من صور الحق التي ثبت بها الإذن بقتل النفس قصاصا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقوله تعالى: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق بيّنته الشريعة بيانا واضحا في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث غيره ما تستباح به النفس. هذا الحق الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.